ودي حبه فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجه اهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسه فندينا. مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامه هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابيه طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله يبارك لك يا رب. بالراحه على نفسك سلوسي. اللهفه على اللي في سنك خطر. عايزاك تلم شويه مشاعرك اللي متبعتره دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي من قله النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبونة اللي جوه تجيبلك واحدة عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك في تصفرة. عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. أصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. انت بنت حلال مشه، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الآدمية دي سيبناها للحكومة، إنما هنا الكفاءة هي الأهم، وإنتي أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة. مساء الأنوار يا برنس. شلبي أمرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس كله في السليم. شلبي أمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، إنت أمير يا شلبي. تلميذك. Go! I go! بوسي؟ انت مش هتبيتك قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ. وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانت وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبداً. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة.
بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنت يا بيسا، انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود، انت هتشليني يا بت؟ ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل. طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بت يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الخميس يا فندينا يا روح. الحق يا كبير. خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ايه ابنك يا حاجه؟ خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر. وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر. امر يا ابو سنه. جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد. ما بيخافوش الرجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا يلا. يلا معلم. لأنك أنت ما راح تموت. ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. أيوة يا علي. عاوزك تجيب لي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن زيارة خميس للنوح. يعني إيه إزاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامة. سلام. أهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا أما. عاملة إيه؟ أعمل إيه يعني؟ قاعدة زي قبضة قطعة اهو. ده انا حتى العشاء ما تعشتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها، وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف ان التركي أكل دماغها. هي برضه اللي التركي اكل دماغها؟ انما هي بنت الحلاوه دي من امتى يعني؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. اه لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعة اليوم إياه ده كنت واحد تاني خالص. أهلاً. مش هتدخل تغير هدومك ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أصل أنت النهاردة خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز أقول لك على حاجة،
انا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنزل طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي اشعوش مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لم لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها